قصد طربا لكم أشجاني. اليوم قطف ثمار خير قد مضى، اليوم حفلة حفظك القرآن، اليوم حفلة حفظك القرآن. خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني، وترقصت طربا لكم أشجاني. اليوم قطف ثمار خير قد مضى، اليوم حفلة حفظك القرآن، اليوم حفلة حفظك القرآن. هذه الوجوه النيرات بقربها تزهو عليها حلة التيجان. الخامسة عشرة بكن قد انتشأت وتفخرت صدقا على الأقران. أنعم به جمعا كريما طيبا، أنعم بكل الطهر والإحسان. مضت السنون وحان وقت حصادك، لله درك يا ابنة الشجعان. كوبي سغاشن غبدودو سو برتي برشده علمي شريعه الاسلام كيسلم مركانا كسو قلين جبيي قيبها كلا دوان اي محد كيمان ابن باس اي مغالده ارغيسا ايا لو قبتي دوره سونهيسه مدبلا ارديدن ايا لبرايي حبكا اي دعوه الاسلام كو فيدنيان اي وليبا سيدي اي دعوه او غارسين لهايين غبدها دغودا اه اي نصيب كو ييلان اني برتان دينتا الاسلام كا tababarkan ayaa waxaa soo abaabulay isla markaana qabtay golaha daacwada ee maxad keeman ibn baas kaar ahaan gabdhaha munaasabad aad u qiimo badan ayaa saaka loogu qabtay gabdhahani hotelka ee magaalada Hargeysa waxana munaasabadan lagu soo casuumay masuuliyiinta iyo macallimiinta qiimaha badan ee maxad keeman ibn baas wax ka dhiga iyo maamulka sare ee maxadka raxmaan mahad abdiraxmaan oo ku hadlaysay afka multaqa soo qaban qaabiyay dowladan ayaa ka warbixisay multaqa maxadka imaam ibn baas wax qabadka uu qabtay waliba muddadii sanadkii ugu dambeeyay arrimaha ay ku talaabsadeen waxay sidoo kale ka warbixiyeen ujeedka tababarkan ardaydani loo qabtay in la helo gabdho ducada oo deegaanada Soomaalida si gaarsiiya cilmigii ay soo barteen waxana afayeenka hadalladiisii ka mid ahaa multaqa macaahid imaam ibn baas horta horuus oo shaqayn jiray إلا مدة سد لبده كل يسد حتى ما كي مثل لبده كل آخر يتم كي بعد بلاوي لكن هو حكود عي الغذائي المخلوقاي أنا كهذا من هاي ملتقى معاه الإمام ابن باس وحن شقين إني هل سنة ودي بلاصة بلاوي ومدة على أساس إنه وحي هاي سدين سدين دي بشي سدين لبده كل يوم كوبي لا تنكي ما أنت وحي نوت هاي هل سنة إنه نور دماغي ملتقى وحو كشقيا لبجانب جانب علمية هي جانب إنسانية جانب علمية وحويان إن لقبتو محاضرات يعني خارجية هي داخلية ونقبلني كوة داخلية هي كوة خارجية وحكى لو قبتا يعني دورات كوة يعني قارقارة هي كوة جماعية با إن أي تهي ما أنت حفلة دا دورة دا ودبيسي أرض دا سقاش كارد يا كوكب الجبيان وحكى لو قبتا يعني سبوتو ما دام هي ملتقوه وينو كثير سهي معدك ما عاد كنا يعني هوش هو الوقت هاي تهي ما عاد كا أيو يعني سمايي إنه يسكح له قديات كا ما أنت الحمد لله قديات كا وحكرت لها إنا يعني دي مسكوصة ونقدين شاء ولا شقي وناس النخش كس يعني كذا حيصو ما أنت هير كا أن مرة إنه ملتقنا أكوي نو جرب يتعلن كنا نو جرب قري أيهين سبب تواقع بدو تجربة وحكو جويات جزاكم الله خير الجزاء إلهي نقدر نقوي سي استمرارية عمل كان سي جوكيا تاني في كلام دوا تاني في إنساني كا وأي نندو كمساكين تا يطير تا نعاونه هذه هنا قوم أي هذه هنا يربا وحوي عن جن وحملوني بشي رمضان يدو اللي ببرتنا تا بلو وقت هاي وقت من وقت كان بلوني تبدأ برتن كيجي وحنا صورة قبل إن أفرنا سدود لا تنقيس الحمد لله الحمد لله مالك يدا وحن يسيني تدري لا تنقيس كساب لو مالك صدري بلاد كتم بيجي مالي ولف وحن سينيني تدري لا تنقيس أو يسوي جرا الدنيا رياضون يعني العك تيقا يسوي دريان ولا على محسنين آه وقدر شوقة تاسو نرسى حرسين يا شيخ من المدينة كاملة الله بيسان هو نجد هو دري ونبص عاجيني أنا نكون قايمين إني مجا عمل شقة معاهد إمام ابن باس لعكت بحرين وحيدا تحي سقالكم أو دولار فلله الحمد والشكر والمنة
maamulka sare ee qaybaha kala duwan ee maxadka imaam ibnu baas macalin sheekh faysal yuusuf cilmi iyo macalimiinta qiimaha badan ee gabdhahani soo baray cilmiga shareecada islaamka ayaa iyaguna kelmado munaasib ku ah munaasabaddani ka soo jeediyey waxaanay ardaydani ay kula dardaarmeen inay cilmiga ay barteen ay sii fidaan isla markaana ay sii gaadhsiiyaan walaalahooda dhiggooda ah waxay sidoo kale ka warbixiyeen fadliga ay ka helayaan qofka barta diinta islaamka isla markaana sii fidiya waxaana mas-uuliyiintani oo dardaarano kala duwan bixinaya hadalladoodii ka mid ahaa maanta laga bilaabo waxaa u kacaysaan in dadka tawxiidka ugu yeedhaan wanaagga amartaan salaadda ugu yeedhaan wax walba wanaagsan ugu yeedhaan nafihiina iska bilaabaya dacwadda maxaa yidhi qof marani dadka waxba ma gaadhsiin karo idinku marka hore iska dhisa ikhlaaskiinna dhisa taqwadiinna dhisa oo waxaad isku daydaan in idinku aa u hoggaansantaan nebi maxamed calayhi salaatu ilaahay nebi ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqee nebi maxamedna aa qaadaan isku daya intaa markaa isku daydaan dadka markaa u yeedhaan waxaa ugu xaalidi ku bishaaraynayaa xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi cali markii uu dirayay khaybar sannadkii toddobaad waxa uu ku yidhi khaybar baad ku duulaysaa cali bin abi daalibo dabeetana wuxuu ku yidhi lian yahdiyaka bika rajulan waaxidan in caliyo inuu ilaahay hal nin kugu hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan khayru min xumuri nicam geelakiisa la jeclaa xilligaa ee cascasaa hal qof oo ilaahay kugu hanuuniyaabaa kaaga khayr badan marka maanta waxaan leeyahay adduunka maanta balaangaruusallada iyo baabuurta iyo guryaha quruxa badan leh laba hablood ama inan quraatood soo hanuuniso ayaa kaaga khayr badan dhammaan hablaha waxaan leeyahay ka kaca fadhiga hablaheennii maanta waxaa loogu yeerayaa inay isqaawiyaan hableheennii maanta lagama baxshoonayo xalay midaan dhegaysanayay waxa uu lahaa inantu inay dhinacaa qaawiso oo wixii ay odhan jireen dhaqanka waxa la qaataa unka islaamka waafaqsane ee inantu intaa qaawiso ay cawradeedu qayb muuqato nin weyn oo qoraa waa wuxuu lahaa waa nicmooyinkii ilaahay oo ay naga qariyeen oonan daawan lahayn buuri waxuu ka hadlayaa meel buu ka hadlayaa waa maxshoonayo laa yastaxyi waa nin weyn oo ay qoraa ku sheegeen markaasaa wuxuu ku leeyahay waa nooca waa nin soomaaliya facebookyada ayaa maarata meel kastaa laga daawanaya qaar baa hoos fadhiyo kuwa isqoqoslaya waxbaa iga yaabiya waxaa ka mid a dadka noocaasa wuxuu leeyahay hooyaday waxay tukan jirtay lix salaadood kamaanta aan garanaynba salaadaha waajibka inay shan yihiin ayaa maan dadka waxu sheegaya oo dadkii dhegaysanaya boqolaal qof baa loo soo ururiyey oo loo leeyahy waa aqoonyahan markaasaan u garanayn xataa imise salaadood baa ilaahay daga ku waajibiyey rasuul leeyahy hooyaday aniga lix bay tuay tukan jirtay markaasaa laga aqoonsa wana aqoonyahan wuxuu leeyay waa aqoonyahan qoraa mana garanayo arkaanu islaamkii baan u garanayn halkaasay marasaa hawri in hablihii la leeyahay isqaawiya in xijaabkii loo bixiyey teendho arrinku arrin yar ma aha maanta waxaa laydinka baahan yahay acdaada cadowga islaamka ee maanta soo dhiiraday inaad ka hor tagtaan oo bilatihiya axsan iyo bilxikma looga hortago oo dadka looga yeero waxaan leeyahay habluhu dadaalka halaba jibaaraan fikirkooga halaba jibaaraan hablaha waa loo soo dhigtay meel walbay joogaan hablaha waa loo soo dhigtay waxaa la ogyahay habloo haddaa xumaataan idinku shacabkuna waa xumaanaya maxaa in idinkaa tababaraya ilmaha yaree soo koraya waddanka u imanaya hadda aabbuhu lama joogaba adiga ayaa tababaraya marka haddaad noqoto hooyo aan wanaagsanayn waxaad soo saaraysaa ubad noocaas haddaad noqoto hooyo qur-aanka xifdiyaysa oo wax subcinaysana waxaad soo saaraysaa ilmo qur-aanka xifdiyaya laba dagaal baa lagaga guulaystaa bay odhan jireenoo nafta iyo shaydaanka dagaal baa laga guulaystaa markaad hawl adag gelayso naftu in badan waxay ku odhanaysaa karimiisi naftu
waxay ku oranaysaa in badan kelimays haddii aanan la dagaalamin una burburin nafta dow waxay in badan ma sii socon karis marka naftu waxay u baahan tahay si khayr badan loo shaqeeyo dadkana khayr badan loogu shaqeeyo in la dadaalo oo lala dagaalamo ayay u baahan tahay shaydaankana waa ka koobada khayr markaad ka shaqaynayso isagoo xagga shirka dunida ku oranaya iskaga kaali لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين هو شيء قف خير تسيا دل على خير كفاعله قف خير تسيا إنه يهي أما أولي يهي خير كأو تسيا قف كام بالله ميضا انتو سمعيني هو شاكرنا دواء هو شقيمة هالي أركتين إيه لغو سوى ساريو ومدن ودعاء ولدونينا وحكب الدشو ومدن يدقان كيبرشد يقول نحن شاهد وباهن إني وحكا بديش كذلك نف يشهد أن الله ما وقاله وحي وباهن تهي إن الله بضوء الله تقال مر صدحا مر لباراني راهده صفالي ده حولين شرين لابد دادال بالك يد بوليشتا دين يدو يد دادال بالك يد بوليشتا بلا تويدو حي نوضو بيسين تيرو باهي قبنا ما تبو حوليان هل كان اسكوكو كان كانتين يعني هو إلا دينتي لبرتو لا فهمو لا في ديو كذلك محي نوغبا هانتي مركا دادال بي نوغبا هانتي نبي عليه الصلاة والسلام إن لها إنما العلم التعلم إن كرم علم وفرشوي محبا هاي دين الأول بحسو أوت برتو أوت هبين يمارين وقتقاق قيم كسيسو بهاي نفتي يشيل ذلك كهر شوك سنينا إن أتسكلت دقاء لنتو أيه باهن تهي قرب صدحات وحينو باهن نهي إريق أمر والبواكع العليا حينو باهن نهي إني نحانو دد اسكن دوبان أول كليا أول كليا أيه نباهن هدي أين اسكن دوبنانو أقول كليها تان وشي ناس وماشي كل عضو ويكلا جاحيسا وشي نو هالك كل عضو ويكلا جاحيسا هذه كلي وحين نغانينا وحين نغانينا لقى حادي لتجمية كورها وحمي يضخرا ده تجمية صوت قفو سالس حمي يضطريا هذا ده جنسي زبونه فتكور يا سوما كلا دلعين ايو ها هي مركي نمدنا هاي ماشا يعد عدوك اي نرسوه جدا دين تكرسوه جدا سداسي نوك لجي حينا ها دين كلا عيد داسينا هاينا ورعينا عيد نقول وحنا ايدو قفر احسانا هاي الما انتا انا اركا ايوها بلو محدك ابن باس يقو برتي دين تي لا هاي هدان الله توا برسي دي دادك وسي قارسين لهايين وحي هاي برتي سداو قد waxaan ku sii dhiri gelinayaa aniguna mar hadii halka aad maraysaan oo aad halkaas soo gaadheen meel fiican oo wanaagsan ayaad maraysaan halkaasii ka sii wada oo ha fariisanina hawl badan bay idii taale sida sheekh faysal ka dhawaajiyay maanta wadankeena wuxuu u baahi qabaa oo aad iyo aad ugu baahi qabaa in la gaarsiiyo waxa wanaagsan iyo diinta aynu baranay oo aynu guri walba aynu gaarsiino taas madankeena iyo dadkeena iyo dalkeeduba ay u baahi qabaan waxa kale oo idan aan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inay qaybta habluhu weliba multaqadu iyo isku wada duro habluhu ay si wanaagsan ay uga firfircoon yihiin marka loo eego qaybta muxuu ahaa innamada laga bilaabo 2018 ilaa maalinka maanta aynu marayno mar kasta waxaa u taagan yihiin habluhu sidii ay hablaha ay u soo bixi lahaayeen iyagoo cilmiga aqoonteeda iyo wanaageeda ay ku xambaarsan yihiin si fiican uga dhisan gaar ahaan hablahan maanta maxadka loo dabaaldegayo tababarkoodii dhamaystay waa arday maxadka ibnu baas dhamaystay garanaya kutubta maxadka bilow ka soo qaatay ilaa dhammaad
sidaa awgeed cilmigaasi waxa loo baahan yahay inaad dib aad ugula noqotaan guryaheenna iyo dadkeenna oo arday kastaa uu isku dayo in isaga laftiisa uu macalin ku noqdo siduu dadkan kutubta waxa uu bartay aanu ula fadhiisan lahayn bilaaba oo goob kasta oo aad joogtaan guriga ha ahaato masaajid ha ahaato madrasad ha ahaato ka bilaaba wixii aad barateen oo usuulisalaaskii bilaaba oo qawaacid alarbicihii bilaaba oo naxwihii bilaaba cilmigeediina waad haysaa haddii aad cilmigaasi aad barateen ha noqonina kuwo intii dhammeeyeen iyagoona ku ekaaday waxaad isku daydaa inaad dhammayseenna dadkiina sii gaadhsiiseen cilmigaasi wuxuu midho uu ku sii yeelanayaana waa in marka ugu horeysa adigoo nafahaaga aad ku anfacdo oo wixii aad baratay adigu aad ku dhaqanto marka labaadna aad dadka aad gaadhsiiso oo aanad noqon mid isaga kelid un ku ekaada qofka daaciga ah ee khayrka iyo wanaagga dadka ugu baaqaya waxa uu hayaa sharafta iyo qiimaha iyo milgada halka ugu sarraysa ardayda iyo culimada loo tababaray mihnada iyo shaqada inay qabtaanna waxaa loo diyaariyey hawl aad u weyn waxaana sugaya waajibaad waaweyn qofka muuminka ah ee dacwadan u istaagaya waxaa laga rabaa alikhlaasu waalcilmu inay marka hore daacad ka tahay dadka xaqa ugu yeedhayo isagana ujeeddadiisu aanay ahayn inuu isagu dadka isugu baaqee waa inuu dadka ku xidhay ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi iyo aqoonna waa inuu u leeyahay waxa uu ku baaqaya u yeedhayo qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waxaa rabbi uhi qul haadihi tani waa wadadayni qul haadihi sabiilii tani waa wadadayni adcuu ila allah xagga ilaahay baan dadka ugu baaqayaa adcuu ila allah waa ishaaratuna lilikhlaas waxaa la ishaarayaa amba la tilmaamayaa ikhlaaska iyo daacadnimada saynu la dhaqmaynaa ilmaha yar ee qaangaadhka marxaladda 12 sano markuu gaadho ilaa iyo intuu ka gaadhayo 18 sano oo loo yaqaano marxalatu rushdi marxalatu lmuraahaqa baa la yidhaahdaa qofka bini aadamka marxaladiisu waxay u qaybsantaa dhowr qaybood si markaan u dhigno waxaa loo qaybiyaa marxalatu dufuula iyo horta mawduucan aan ka hadlay waa mawduuc tarbiya weeye aayad qur-aana iyo axaadiid fara badan iyo inta dambe xagga dambe ka sheegi doonaa see loola dhaqmayaa maxay shareecadu ku xalisay waynu kala hadli doonaa dhowr kelmadood ama dhowr erey baan ka odhan doonaa inshaa allah laakiin saanu la dhaqmayno bulshadeena aynu ku dabaqaynaa marka mawduucani maanta aan soo jeedinaynaa mawduuc marka waxa weeye fiqigii khuseeyi ma aha mawduuc khuseeyi ma aha tafsiirka iyo aayaadka mawduuc xadiidka marka waxa weeyaan xidhiir si ulale weeye laakiin mawduucaan ka hadlaynaa mawduucaas weeye qofka bini aadamka korriinkiisa saddex qaybood baa loo qaybiyaa marxalad waxa la marxalatu dufuula waa ilmo yar waa markuu istaago uun ilaa iyo markaas wax weeye ilaa intuu 9 sano ka gaadhay marxaladaas 9 sano laga bilaabo ilaa iyo intuu ka gaadhayo 14 sano waxaa loo yidhaaqaanaa marxalatu dufuulatu lmubakara marxaladaa 14 sano ilaa iyo 18 sano intuu ka gaadhayo waxaa loo yaqaanaa marxalatu lmuraahaqa almutaakhira marxalatu lmuraahaqa mubakara waxay ahayd 12 sano ka bilaabmaysay ilaa 14 sano marxalatu markaas dufuula mutaakhirana waxay ku dhammaanaysaa 18 sano see loola dhaqmayaa marka maxay nagaga soo bixi karaa saynu kula xallin karnaa mashaakisha markaaga naga imanaysa waayo bulshadeena inta ugu hawsha badan leh waa marxaladaa markaas wax weeye 12 sano maruu ka gudbo ilaa intuu 20 sano ama 21 sano gaadhay waaye mawduucaasi intuu ilaa ka gaadhayo qaabka loola tacaamulaya waxa weeye in su-aasha uu ku weydiiyana laga jawaabo lana karbaashin lana bahdilin waxa weeye laynaiskuna dayo in waxa weeye
نحريص لهم وشيو لكوب عيو مركز صحوين عقل قيسة هي قرات هي سبا عيارتنا اهلو ديب هذا قلت لها ذلك فريسو هذا الدقاقين الصعونين دعون تضو كبح ميسو وانا اريد مركز خلدن ديني انو خلدن وحويان مادي انو خلدن وايو وحوية مرحلة داسي وحوية هذه المهن عيارت لو ديدو وحب لابي كرا مركو وينادو أيو مركاسي أيو أودي كوكايت سنة يدي بسوء علنية مركاو تاكيل ميسيد مركو شاني تومن شير جارو وحي كدن بهيا هذا ديران تيسا وحوية مركاسي عبرسو رسولك وعلي صلاة والسلام وحي نمرو أولادكم بالصبع تضبط سنة مركو جارد داديسو أي نقول عليه الصلاة والسلام صلاة فرح محلو أردن ويا مركو لو تشيري هاي فرح محلو أردن ويا مركو ستح تشيري هاي فرح مرك حلو أردن ويا مركو شن تشيري هاي فرح محلو أردن ويا مركو لح تشيري هاي فرح لأن أمر كي النهي جوح وكلا صار كرا محا خلدن محا صحن أو يعني سي أمر الله أمر يحوح أمر كلا يروح فهم كرا مركو تضبط صنو يروح ويا مركو عصي وجاره تاديس مرحلة داسي أنتو كتشرا هذا حتى أمر كاسو ولا يسو أما أذكر باشتو بوق ومسكح دي سوسمين يا واحد لقيا بقى يعني نولش يصدم بقى أردن جبتو ومر حدا أمر كاسو ويريه أو كهوسية ده دي سو حوية تضرب السنة هرا كاي كهوسية وعندو كهذا دونا ما أنت مرحلة مراهقة لينا مرحلة هرا كل ديران مين وعندو كهذا دونا إيجابيات سلبيات يعني محي محا كصابح كرو ناسن سينو سووا شيء كرنا سينو سووا هنوني كرنا سينو طريق حق أو تسي كرنا محينا جاي من كرا مشكلة هذا أمر كسو لي سين أودي أودي سأمر كوقف هيدي سكرنا إن فعاليات كاي من كرا وحكم إذا حالة دمر كجارو وحالة هذا مرحلة ده يراو حشرت له هذا من أنا ويانا تذكر إيجي يا هريري سو إيجي يا تذكر سك هو يبو كضيانة يا وحويان سو صعدان بو صعدان يا مريح حدان بو حدان يا هذا كنت له هذا أون كوي يدي أون وحلا وحنا نو بهاناي وحنا ندور يوم كوكو خصبه صرت قال مركب من غنيس وحباك هذا صبي حكرا وحكم إذا مرحلة ده أنت كتشرا سرعة القدر إنه دق دق وعراض السلام مركب إنه على أنو لهان شيرين إنه كصاب حضا وحكم إذا سرعة الرضا إنه يعني دق دق وحورها لجري السلام مركب ما حي إنه خالي نقدانا ودقيقة ضا إنه عراضانا ودقيقة ضا وحكروا الله هذا مرحلة ده مرحلة البشاشة ومرحلة فرفرناشة وقف في سود ده ينو برشة ده كله وحوي مركزه وجود بيه إنه سوتشيته برشة ده كله مركزه إنه إسفهمان إنه صاحبه بده مركزه يشوا إنه وحوي دقن كيس يهرب دمان كبيه هم بمركزه كدورو كجورو قار كم إذا مسؤولين تقولها دعوة دائم ملتقي ابن باس أي يجون كلمة مناسب كوا أرديدا أسوأ شيء ذي وحنا صدوا كل كور من فائدة ذلك ليان إن علم جايس برتين عسيف ذيان ملتقها يا بلن قادة إن دورين كنوع عن وكلا لسيسيا دين دونا إسلام مركان الله قبل دونا رمان قبلها كل دون أي محد ككبرتي علم جا شريعة إسلام كا ما أنت هلك سجاشن هبلاد أو توبرك ساقتي أو على الداعيات لون دياريين دعوة النشريان أيا ما أنت هلك نوجس وجب جبودي إلهي بمهد أصقناتي وحن كربنا هبلها كلنا إن اتصالا ونقدان هبلهاني أو نكون ضيعنا إن شاء الله تعالى مركيلا سو قاره قنيا قنا نتكي مناسبة دني كوبي سقاشن كان قبلو دي دعا دعا يالغو ماموسي شهدوين عدين يا إن سوقاتين توبركا فيدين تدعوة إسلام كا وحانا قبلهاني ماموسي قولها دعوة دا إيه محد كيمان ابن باس أو هرو سوقبتي دور دني سدوك الوحا مدشن لغو ماموسي لحدي قبلو دي كالما هغو رأي كسوقالي توبركاني لو سوقبتي قبلهاني وحا سدوك الوحا مدشن لغو ماموسي قدومياشا قولها دعوة دا إيه محد كيمان ابن باس يا جدّة قبلها أي محد كإمام ابن باس محد كإمام ابن باس أي كم إذا جوابها وقف عوين أي مجال ذا رجيسا لغبرتو علم الشريعة الإسلام كا أو قبل يويل لا صبر علم الشريعة الإسلام كا أرديدا سنو حي كم من نقدان معلمين تصيف ذي علم الشريعة الإسلام كا وهيب سريان وربهين تنالوش الإسلام كا كذا هتل كاه مجال ذا رجيسا